ما يعني عارف ايه، هو لم يعتد على، شوف ايه، انت محتاج تبص للتاريخ المصري بصة اخرى. حكاية صحيح في العصر الحديث في عصر الاستقلال ما اعتدش على قتل في رئيسه، ولكن يعني انا برجو انه هذا موضوع محتاج دراسة اكتر. شعب المصري ليس هناك شعب، خلي بالك انك انت شعب طالع من ظلام العصر المملوكي طبعا وعصور طويلة جدا، وهو لا يزال داخل في التطور. الثورة ما هيش عملية بتحصل يعني متقطعة ولا بتحصل كده، الثورة في ويف مستمر. لو انت بصيت من يعني، انا بعتقد انه هذه الثورة الموجودة هي تطوير ارقى لثورة 19، وهي تطوير اوسع لثورة 23 يوليو، وهي تطوير اكتر لكل الارهاصات اللي سبقتها بما فيها 17 18 18 و19 يناير اللي بيسموها ثورة الحرمية. لكن عايز اقول لك ان الشعب ثورة الخبز احنا سميناها ليس خامدا كما يتصور بعض الناس، وثائر. اما حكاية قتل الرئيس ولا قتل الملك، فاحنا شفنا في حاجات كتير قوي لو تراجع التاريخ المصري القديم، وفي غمار الشعب بيثور ويتحرك يعمل. خلي بالك من ساعه زغلول اتضرب عليه الرصاص في في المحطه، في محطه القاهره وهو مسافر. فاقصد حتى كان في محاوله لقتل زعيم. سيبك من ملوك ولا رؤساء دول، من قريشي باشا اتقتل، واحمد ماهر اتقتل، رؤساء وزراء. عايز اقول انه لكن قتل الرئيس السادات في الظروف اللي احنا كنا موجودين فيها عمل حاله قلق. ولذلك وما جه حسني مبارك كان كل الناس تتصور ان الرئيس جاي، ان الراجل اللي جاي بعديه واللي هو اختاره جاي لكي يعطي طمأنينة، وبدا انه هذا ممكن. وانا كنت متصور انه هيقعد 4 سنين، ولما جم بعد كده يرشح نفسه لمرة تانية، انا لو تفتكر جالي بعض رجاله، بعض المساعدين يعني، ومنهم صديقي الدكتور أسامة الباز، وطلبوا مني انه اعيده. وانا بعد التردد كتبت ووديت حديث في اخبار اليوم، وقلت فيه انا اؤيد لمده تانية شرط ان تكون ثانيه واخيره. هو نفس الرئيس مبارك لما جه طلع، اول ما طلع في التلفزيون قال ان هو هيقعد مدتين فقط لو حضرتك تسكت. انا فاكر، لكن هو انت شوف، عاوز السلطه في مصر وفي الدوله الشرقيه عموما، مصر بالذات، السلطه الفرعونيه مغريه ولها غوايه شديده جدا. الراجل اللي انا شفته في اول الثوره ليس هو الرجل في اول ما جاء، اول ولايته، او كلمه ولايته وحشه كمان قوي، اول حكمه، اول نظامه، اول ما جاء هو في السلطه. يعني الرجل اللي انا شفته ليس هو الرجل الذي انتهى في ال 30 سنه. هذه ال 30 سنه انا بعتقد انه جرت فيها اشياء. هذا الرجل اللي انا شفته في الاول كان رجل جاي دخل في موقع لم يكن يتحسب له، وكان محاريص. افتكر هو احنا لما شفته اول مره، احنا كنا طالعين من السجن، ايوه، ورحنا فؤاد سراج الدين باشا وانا وفتحي رضوان وعبد الفتاح حسن، مجموعه كبيره جدا، كنا كلنا 26 واحد. وانا شفته يوميها، وانا حتى ما رضيتش اتكلم يوميها، لان احنا واحنا جايين في العربيه بتاعت السجن رايحين على عرفنا ان احنا رايحين على قصر العروبه، وانا اقترحت على زملائنا كلهم، لاني عارف الفوضى اللي بتحصل، انه نخلي واحد بس يتكلم باسمنا. وانا اقترحت فؤاد سراج الدين، وقلت انه هو برشحه لانه هو الاكبرنا سنا واقدمنا عهدا بالعمل السياسي، فقلت هو يتكلم بس. لما انا ما دخلنا كلنا، انا حسيت انه بيبص، لانه سمع عني من رئيس السادات حاجات كتير قوي، وحاجات كتير بعضها كويس وبعضها قد لا يكون ملائم، قد لا يكون كويس، لان احنا اختلفنا بعد فك الارتباط. طبعا طبعا، لا الاختلاف كان اختلاف شهير، بيبص ليا بفضول يعني. وبعدين بعد ما فؤاد باشا اتكلم، هو قال لي، سالني، قال لي محمد بيه، طريقته كان محمد بيه مش عاوز تقول حاجه، قلت له فندم. بعدين بعدها بيومين عزمني على الفطار، كلموني وقالوا انت بتصحى بدري، وسياده الرئيس بيصحى بدري وانا بصحى بدري فعلا. ورحت شفته الساعه 8:30 صباحا في بيته، وقعدنا من 8:30 لغايه الساعه 2:15، ولغى مواعيده تباعا لانه كان مرتبط بمواعيد. لكن انا يوميها قلت له كل اللي عايز اقوله، وسمعت منه كل اللي عاوز يقوله، وتصورت انه انا قدام رجل له، اذا كانت له شرعيه فهي شرعيه الاطمئنان، انه الناس قلقت جدا مما حدث لانور السادات،
حدثت مما بدأ أنه قابل للحدوث بعده، وبدأ يبقى فيه قلق. فأنا كنت متصور أنه هذا رجل يستطيع أن ينقل البلد في مرحلة انتقال أيضا، ينقلها إلى وضع طمأنينة تستطيع أن ترتب فيه أحوالها. لكن لما جاء مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة ومرة خمسة، وبعدين بدأ يفكر في ابنه، وبعدين لما بدت في مقاومة قدام ابنه بدأ هو يقوله طب أنا هرشح نفسي. هو المرشح لمرة لو كان ممكن يخلص كان عمره 90 سنة. في حدود يا راجل. فأنت بتتكلم، أنا كنت كنت مش عايزه يجي، وكنت عايز خلاص كفاية قوي من بدري قوي، ما كنتش عاوز. لكن هو أصر على البقاء وخدنا مزيدا من نفس الشيء وتضاعف، ودخلت مصالح ودخلت قوة، وانتهينا إلى وضع أنا بعتقد أنه كان مهيئ للانفجار. سيكل بعد 11 فبراير، لا أنت ماسك فيها، تغيرت الدنيا في مصر. لا، بعد 11 فبراير انبثق، تقدر تقول أنه ظهر أمل كبير جدا. لكن إذا تصورت أنه الثورة هي فعل يتم بتنحية رجل أو بإخراجه، فأنت مخطئ أو أنا مخطئ أو أي حد يتصور كده. يعني خلي بالنا الأستاذ زيكل بيقول إذا تصورت أن الثورة تنتهي بخروج رجل يبقى عندنا خطأ كبير جدا. أنا بكلم الكاميرا عشان أعمل فصل بعد إذنك. عودة مع الأستاذ. الأستاذ كان بيقول قبل الفصل إذا تصورت أن الثورة يعني تمت بتغيير رجل يبقى إيه بقى اللي يتصور كده يبقى إيه؟ لا، الثورة تتم أنت قدام الثورة عملية مستمرة، بمعنى أنك تريد أن تنتقل من وضع إلى وضع، وليس مجرد رجل إلى رجل. تمام. فأنت أما تتكلم على الثورة بتتكلم على عملية تغيير أشمل كتير جدا من مجرد الخلاص من رجل. اعتقادي انه الرجل كان لابد من نفسه ان يدرك ان الزمن مضى به وبنا جميعا، بجيلنا كله، كل هذا الجيل مضى بنا، وانه اكرم ما نستطيع ان نفعله هو ان نبتعد عن ساحة الفعل وان نسلم لجيل جديد يواصل العمل. لكن الرجل كان يذهب، لكن الأوضاع التي تكرست والتي تراكمت في الثلاثين سنة الماضية وربما قبلها كان لابد أن تزول. الثورة تتحقق عندما، ليس فقط عندما تغير رجل، لكن عندما تغير وضعه، وهنا ده اللي بيقلقني، وده عامل قلق للناس كلها يا أستاذ هيكل. أيوه. يعني كل الناس عايشة في حالة قلق من القادم. أنا عايز أقول لك تعالى وحترجاك نبص سوا على المشهد اللي احنا شفناه امبارح كلنا، مشهد ميدان التحرير وما جرى في الصورة عامة كلها. نعم. وانا لكي لا اخطئ انا باذنك رصدت قدامي مشهدا بعد مشهد، لانه انا بعتقد ان صورة ما جرى بالامس مهمة جدا. صورة ما جرى بالامس اولا، اول حاجة فيها واضحة قدامي ان هناك ثورة مستمرة، وأن هذا الشباب موجود في الساحة، وأن هذه الجماهير حاضرة ومشاركة وفاعلة، وأنه هذا ما يطمئنني. هذه أول، هذا ما يطمئن الأستاذ، هذا ما يطمئن أن الثورة مستمرة. تمام. أنه لا، أن القوى الفاعلة في الثورة حاضرة. تمام. مش أنه الثورة مستمرة طبعا، لكن أنا بتكلم أن يطمئني على الثورة واستمرارها هو وجود القوى التي صنعتها والمتمثلة في شباب قام بدور الطلائع وفي ملايين انضمت فصنعت قوة التغيير. تمام. أدي أول حاجة، أول مشهد. أول مشهد. فأنا مطمئن. مشهد ده بيطمئن، ده الامبارح. وخصوصا معناه إيه؟ ده معناه إنه من يوم اللي أنت حضرتك بتتكلم عليه، من يوم 11 فبراير، الناس فهمت تماما أنها ليست خروج رجل. لانه لو كان خروج رجل ما كانش يبقى فيه 2 مليون ولا 3 مليون امبارح في الميادين، غير اللي في خارج القاهره، غير المحافظات الاخرى، غير المحافظات. فانت تتكلم عن ثوره يدرك من قاموا بها انها ثوره وانها مستمره، لانها ليست متعلقه بخروج رجل ولكنها متعلقه بتغيير احوال وطن، وهذه هنا فرق. وانه القوه حاضره، طلائع حاضره والملايين موجوده، هذا يطمئن. واحد. نمرة اتنين، انه انا شفت جنب المظاهرة في مظاهرة اخرى موجهة،
وفيها ناس اللي هي كانت في مصطفى محمود. هذه في برضه ملفتة النظر، لأنه بقى في شعب موجود قدامي بقوى الجديدة. وفي حاجة تانية، في حاجة تانية أنا مستعد أقول إنه فيها ناس حسن النية، في ناس حسن النية فيها، يعني فيها ناس ما أظنش حسن النية، لكن بالتأكيد فيها ناس حسن النية بالداعي إنه والله ده راجل عشنا معاه 30 سنة، في أجيال ما شافتش رئيس غيره. ففي ناس ممكن تحس بنوع من الوحشه، ممكن تحس بنوع من القلق على المستقبل، ممكن تحس انه في وسط هذا الحشد المتحرك انه عندها قلق وهو مشروع، فممكن يعبر. لكن بالتاكيد هذه كانت مظاهره موجهه ومن شرم الشيخ. عايز اقول انه هرجع اكلمك على شرم الشيخ بعدين، بس خليني اتكلم نكمل. من شرم الشيخ ولا من رجال هنا تبع شرم الشيخ؟ عايز اقول لك برجال هنا، شوف ايه، اذا تصورت، خلي بالك انه الرئيس تنحى او خرج في ظرف شديد للالتباس وفي وسط صراعات غير معقولة، وفي كان من حوله من يطالب البقاء الى اخر لحظة، وفي من كان بيقولوا كفاية كده، بمعنى انه الناس في القيادة العسكرية والمجلس العسكري من اعضاء المجلس العسكري كانوا شايفين انه لا يمكن للجيش ان يطلق النار على شعب، وكان في من حول الرئيس من يروا ضرورة إبقاء الأمر الواقع حتى ولو أدى الأمر إلى مذبحة. فأنت رجل، دول كلهم خرجوا، خرج في ظل ظرف ملتبس. ففي أنت بتتكلم على المصالح، بقول شرم الشيخ، بقول إن شرم الشيخ من القاهرة بتوجه من القاهرة، وفي ناس من القاهرة رايحين شرم الشيخ، وفي اتصالات كتير قوي. مش بس كده، وفي قوة أخرى موجودة حاضرة في شرم الشيخ، وأنا أزعم إن هناك بعض العناصر من بعض القوى الأجنبية أو الإقليمية المهتمة بما يجري، وأنهم موجودين في هذه اللحظة في شرم الشيخ. فأنا فهذا المشهد، أنا هتكلم على المظاهرة، المشهد ده هنبقى عايزينه بالتفصيل، هنتكلم فيه بعدين عما يسمى بالثورة المضادة. حاضر، حاضر، ده هنتكلم شوية. أنا قدامي في المشهد، مشهد المظاهرة الأولى بنتكلم على امبارح الكبرى، الحاجة الثانية قدامي مشهد المظاهرة الصغرى اللي كانت موجودة دي، واللي كانت في رأيي إنها الناس لابد أن تتفهم دوافع بعض الناس فيها، ولابد أن تقلق من دوافع آخرين. تمام، ده مش مشكلة. الحاجة الثالثة اللي كانت قدامي هايلة، إنه الجيش كان موجود، جنود قوات القوات المسلحة كانت موجودة حول ميدان التحرير، وأنا شفت على التلفزيون ضباط وجنود بيدوا علم المصري، بيدوا للشباب علم المصري. كان موسيقى الجيش موجودة، هايل، هذا هايل. فهذا هو المشهد الثاني. تعالى المشهد الثالث، المشهد الثالث وأنا بتكلم فيه بصراحة، بتكلم إنه أنا قدامي كان مشهد في بعض المشهد، مشهد لافت في بعض القوى تحاول أن توجه ما يحدث لصالح، وهذا طبيعي. عايز أقول لك إن ده أمر مشروع. وتلاحظ أنت امبارح، تلاحظ حاجتين مهمين جدا، تلاحظ منصة موجودة وهناك من يحاول أن يدير الأمور عليها أو يسيطر على المنصة، على خلينا على المنصه دي. وبعدين في جماهير واسعه، جمهور واسع وحشد واسع، لكنه عنده هو مش مستعد يتوجه باي حد. وفي مشهد مهم جدا وهو مشهد شيخ قرضاوي، وهو رجل جليل وانا بحترمه، وكنت في بعض الناس، انا بتهيألي ان في بعض الناس قصدوا بشكل ما انه ياخدوا الصوره العامه كلهم لصالحهم، وهذا مشروع مفهوم ومعقول، ولانه كل الناس حتى في افراد بياخدوا، حاولوا ياخدوا المشهد كله لصالح. زي كان من فضلك صرح اكتر. ما انا بتكلم، انا بقول لك يعني بعض الناس، ليه بعض الناس ما صرحش؟ في عاوز اقول لك حاجه، انه يعني في صرحني باسماء القوه دي، ما تزعلش بس ما تخليش معايا كده. لا عايز اقول عشان الناس يبقى الصوره. انا بقول لك، بقول لك بوضوح كده، بقول لك انا مش طبيعي انك انت تتصور ان في احزاب موجوده، وانه هذه الاحزاب ممكن قوي قدمت نفسها في اول يوم ودخلت راحت اشتركت في الحوار اللي اجراه السيد عمر سليمان. تمام، يبقى انت في ناس من قوى سياسيه قديمه سابقه وموجوده قدامي، في قدامي ظاهره مهمه جدا وهي ظاهره نجوم، وهذا طبيعي. عايز اقول لك انه احنا في السياسه في العمل اللي فات، في الفتره اللي فاتت، اظن ظلمنا كتير قوي، ظلمنا ناس لما احنا خلطنا ما بين الشهره وما بين القيمه.